مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 3 Lesson 8 اليونت الثالث الدرس الثامن. عنوان الدرس Have fun with words، تمتع أو استمتع بالكلمات. من البداية بالفقرة الأولى يقول لي You practiced saying tongue twister last year، لقد تدربت على قول التانج تويستر. التانج تويستر هي الجملة التي يصعب نطقها، الكلمات اللي مختاريها صعب أن تنطقها. How fast can you say it now؟ والآن كم السرعة التي يمكنك من خلالها قول هذه القصيدة الغنائية أو قول هذا المقطع النصي؟ بالبداية منطيني قصيدة غنائية أو مقطع نصي صعب لفظة، حاول يقول لك استمع للأستاذ هو يقرأ هذا المقطع النصي and say، وحاول أنت تردد بعد الأستاذ أو بعد المقطع الصوت اللي الأستاذ يعلق داخل الصوت. في البداية شو يقول لي؟ يقول لي she sells seashells on the seashore، هي تبيع الصدف على ساحل البحر. the shells she sells، الصدف الذي تبيعه are seashells، هو صدف البحر. I'm sure، أنا متأكد. إذن هي كلمة أو جملة أو عبارة يصعب لفظها، بختار كلمات الكلمات بها أصوات تشابه، she sells seashells إلى آخره. فهذه الكلمات يصعب نطقها بجملة واحدة، فيقول لك أنت تحاول تقولها بسرعة بأقصى سرعة ممكنة. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هو طبعاً منطيني توضيح بأسفل هذا المقطع النصي، يقول لي it is difficult to say it، من الصعب قول هذه الجملة. it twists your tongue، حيث تحرف لسانك. because most of the words begin with sh، لأن معظم الكلمات اللي بيها تبدأ بالصوت sh or s أو صوت s sound. that's what a tongue twister is، وهذه هي tongue twister أو الكلمات أو الجملة التي تصعب نطقها. a sentence of two where the words begin with one or two sounds. A sentence or two هي جملة أو جملتين where the words begin with one or two sounds، حيث تبدأ كل كلمة من هذه من كلمات هذه الجملة بنفس الصوت أو بصوت مشابه للكلمة. مثل ما وضحنا هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. وراها بالفقرة الثانية يقول لي listen and try saying another one، استمع وحاول أن تقلد أو تقول كلمة أو عبارة يصعب نطقها أخرى. هم أنا كذلك منطيني هاي العبارة Peter Piper picked a pot of pickled paper، كذلك هذه جملة يصعب نطقها. ليش؟ لأن الحرف الأول من كل كلمة، دام مثل ما ملاحظين الحرف الأول من كل كلمة يبدأ بصوت الفاء البي، وهكذا. هم كذلك هذا نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي. وراها يقول لي تانك تويستر دونت هاف فيري ماتش مينينج، شو يقول لك؟ يقول لك المعنى مال هاي تانك تويستر او الجمله التي يصعب نطقها، المعنى مالتها مو فد شيء قوي كلش، بس ذي ار فاني، لكنها مضحكه. ذي ار ايزي تو ميك، وهي سهله ان تصنعها، من السهل ان تصنع هذه التانك تويستر. ذيس از وات يو دو، وهذا ما عليك فعله. هنا أنا راح يعلمك شلون تسوي جملة تانك تويستر، شلون تسوي جملة صعب نطقها، فمنطيك الآلية أو الخطوات اللي راح تتبعها. فمثلا شي يقول لي بالخطوة الأولى، يقول لي first choose sound، أول شيء لازم تختار صوت اللي راح تسوي به هاي الجملة. for example، على سبيل المثال الباء، صوت الباء أو البي. make a list of all nouns and names، سوي لي قائمة بكل الأسماء أو الكلمات أو الأفعال can think of that begins with أو that start with B. فكر بكل الكلمات اللي أنت تعرفها اللي تبدي بصوت أو حرف البي، على سبيل المثال بدرية، بشير، brother، ball، bag، balloon، bakery إلى آخره. جمعت الكلمات مالتك. الخطوة الثانية شنو؟ next، بعدها make a list of all the verbs، سوي قائمة بجميع الأفعال you can think of التي يمكنك أن تفكر فيها. start with the، لازم أن تجيب أفعال تبدي بحرف الباء أو صوت الباء. then ثم بعدها make a list of all describing words، ثم جيب لي كلمات توصف، يعني صفات. هم أنا لازم تبدي بشنو؟ تبدي بصوت الباء. أما adjective صفات أو adverbs ظروف،
you can think of beginning with B التي تبدأ بصوت الباء. على سبيل المثال big كبير brown جوزي bad سيء blue أزرق black أسود إلى آخره. وراها finally أخيرا try to make a sentence of 5 or 6 words. سوي الجملة من 5 أو 6 كلمات. You will probably need سوف تحتاج ربما to use some words that don't begin with B. يقول لك أنت طبعا مو كل الكلمات اللي بالجملة لازم تبدأ بحرف الباء. راح تحتاج بعض الكلمات الأخرى المساعدة اللي ما راح تبدأ بحرف البي أو صوت الباء. فبالتالي لازم تستخدمها. على سبيل المثال اللي هنا الذان التعريف الأي والآن أدوات التنكير and الو هي شي الضمائر إلى آخره. كذلك هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو امتحان شفوي، مجرد اللي عرفني عن كيفية عمل التونغ توستر. الآن ننتقل إلى كتاب النشاط. شو يقول لي تمرين رقم 1؟ انتبه هنا طلاب، يقول لي work with a partner، اعمل مع زميلك. يعني كل طالب يشتغل ويا الطالب اللي قاعد بصفه. write tongue twister، اكتب قصيدة أو جملة يصعب نطقها with the sound b. تبدأ بصوت الباء أو حرف البي. follow the steps، اتبع التعليمات اللي ذكرناها قبل دقيقة in your student's book، في كتاب الطالب. فعلى سبيل المثال أنا أخذت الكلمات اللي تبدي بصوت الباء وسويت هذه التانج توستر big brown bears bumble beside bubbling brooks balancing bright berries. شوف هنا أنا جبت جملة مناسبة كتانج توستر كقصيدة أو جملة يصعب نطقها باستخدام حرف البي أو صوت الباء مثل ما طلب من عندي. شنو ترجمتها؟ دببة كبيرة بنية تتلعثم بجانب الجداول الثرثارة balancing موازية للتوت المشرق. يعني كمعنى مثل ما وضحنا كمعنى غير مهم بالمعنى مالتها، لكن هي مجرد تانج توستر جملة يصعب نطقها وتكون عادة ما تكون مضحكة. هذا الحل أمامكم، حاولوا تكتبوا كتاب النشاط وتحفظوه كتحضير يومي. أما أستاذ مهم بالامتحان التحريري هو غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. وراها نفس الشيء يقول لي make tongue twister مرة ثانية، يطلب من عندنا نسوي جملة يصعب نطقها لكن هالمرة بكلمات تبدأ، انتبهي هنا أنا، بكلمات تبدأ أما بأي أو إي، يعني من أي إلى أي طبعا. يعني على سبيل المثال هو بالفقرة الأولى أو بالجملة الأولى الأي منطيني كلمات تبدأ بأف مثل fish و fried و fell. قال لي ذني كلمات أريدك تسوي لي بيها جملة يصعب نطقها. فعلى سبيل المثال أقول له fried fish fell from the pan flipping and flopping on the floor. وكذلك مع الجملة الثانية grass green و gay. ذني كلمات الثلاثة أريد من عندك تسوي لي جملة يصعب نطقها. فعلى سبيل المثال أقول له green grass grew gracefully giving the garden a vibrant touch. وهكذا. النقطة الثالثة هاري وهابي وهاز. أقول له هاري has a happy hopping hares in his backyard. وكذلك راشد red run. راشد ran rapidly wearing his red running shoes. وكذلك اللي بعدها socks six و saw. Sally saw six socks stacked by sunny window. كلمات أو جمل يصعب نطقها. ليش؟ لأن كلهن أو كل الكلمات المستخدمة بها تبدأ بنفس الصوت. نانا صوت الس، نانا صوت الآر، نانا صوت الأج وهكذا، أو صوت الهاء إلى آخره. إذن هذا مجرد أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. بعدها منطيني تمرين رقم 3 قبل ما أبدأ بحل هذا التمرين. هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. أستاذ ليش مهم أو شلون مهم أو شلون يجيني بالامتحان؟ من الممكن، انتبه لنا هذا بي أكثر مصيرة، من الممكن إما يجيني على شكل إسقاطات. تعرفون شنو يعني إسقاطات؟ ينطي كلمات بأعلى تمرين تسقطهم بالفراغات المناسبة، أو على شكل إملاء. وهسه راح نجي نوضح يا جملة من الممكن تجينا على شكل إملاء ويا جملة من الممكن تجينا على شكل إسقاطات. هسه بالك وياي وحاول تحفظون أو تسجلون الحلول اللي راح نسجلها. يقول لي the opposite of beginners، عكس كلمة beginners أخذناها بدروس سابقة. beginner معناها مبتدئ، beginners معناها مبتدئين. زين شنو هو اللي عكسها؟ ذكرنا انه اذا نريد نمارس رياضه معينه اما نكون مبتدئين او نكون advanced. advanced معناها متقدم. هاي الكلمه مهمه. هاي بيا سؤال تجيني، هذه املاء، سجل عليها وياي. املاء شلون تجيني بالاملاء؟ مثل ما وضحنا بدروس سابقه بسنوات سابقه،
على سبيل المثال يقول لي good، عكسها bad، هيعرفها زين. beginner شنو عكسها؟ أنت كطالب لازم تعرف إنه عكس كلمة beginner advanced، إملاء، يعني أنت تكتب الكلمة كلها من عندك، ما يجيبك إياها لا اختيارات ولا أصحابات. بعد at the end of the game، في نهاية المباراة، the فراغ was كركوك 2 بابل 1، الفراغ كانت كركوك 2 وبابل 1. فشنو الكلمة المناسبة لها؟ كلمة score. شنو معنى كلمة score؟ النتيجة. تجي بمعنى يحرز كفعل، تجي بمعنى نتيجة كاسم. هاي تجيني وين؟ تجيني على شكل اسقاطات او اختيارات، كيف الوزاري او كيف الاستاذ اللي يجيب لك اياها بالامتحان. نمبر 3، ثالثا the last game، المباراة الأخيرة، in the competition، في المسابقة، آخر مباراة في المسابقة، شو نسميها؟ المباراة النهائية شو نسميها؟ نسميها الفاينل، F-I-N-A-M. هذه تجيك أما على شكل إملاء أو على شكل إسقاطات. إملاء مثل ما هي، يقول لي the final أو the last match on the competition، a last game on the competition، آخر مباراة بالمنافسة أو بالمسابقة شو نسميها؟ نسميها final. أما يعطيك فراغ وتسقط الكلمة في الفراغ المناسب، أو يعطيك إياها بسؤال إملاء وأنت لازم تكتب كلمة final. بعد opposite of win، عكس كلمة win شنو؟ لازم نعرف إنه عكس كلمة win lose. شنو معنى lose؟ يخسر. win يفوز، lose يخسر. هذا بيا سؤال، سؤال إملاء، وهذه بصادفتنا سابقا لا تذكروها، أخذناها بالدرس السادس أو الخامس، أخذنا بعض المعاكسات اللي هي win عكسها lose، وكذلك البيت معناها يغلب عكسها lose يهزم. it comes after first. first شنو معنى first؟ first معناها أول، ورا الأول شو يجيني؟ ثاني. شنو كلمة ثاني؟ second. هاي أخذناها بالأعداد الترتيبية تذكرون، هم تجيك على شكل إسقاطات أو على شكل إملاء. the فراغ games take place every 4 years، الألعاب الفراغ تحدث كل 4 سنوات. إيش سميناها هاي الألعاب اللي تحدث كل 4 سنوات؟ the Olympic games. بقول Olympic games، الألعاب الأولمبية. the opposite of lose، شوف هنا أنا عكس كلمة lose شنو؟ الصراحة تقول الأستاذ عكس كلمة lose وين استوى قلت لي إياها، صحيح، لكن انتبه منطيني شنو؟ منطيني 4 فراغات. إذا نريد الكلمة الثانية، شنو هي الكلمة الثانية؟ beat. شنو معنى beat؟ يغلب. وهكذا you have to run fast in the 100 meters، عليك أن تركض بسرعة في فراغ ال 100 متر. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ في سباق ال 100 متر، R-A-C-E، في سباق المئة متر. اللي بعدها athletes win، أي فراغ، الرياضيين يفوزون بفراغ if they come first and second or third، إذا جاءوا أو إذا حصلوا على المركز الأول أو الثاني أو الثالث. شنو اللي يفوزون به؟ يفوزون بمدل. شنو معنى مدل؟ ميدالية، أخذناها بلعبة أو بقطعة الألعاب الأولمبية. هذه تجيك على شكل إملاء، انتبه لها، لازم تحفظ إملاءها. a point in football، النقطة اللي بالكرة القدم شو نسميها؟ يعني فريق أحرز نقطة. شنو يعني أحرز؟ أحرز هدف. شنو الهدف؟ goal. بقول goal هي البوينت أو النقطة اللي مباراة كرة القدم. هذه وين تجي؟ كذلك تجي كلمة بسؤال الإملاء أو سؤال الإسقاطات. هذا التمرين تمرين جدا جدا مهم، لأن تمرين متنوع، يجيك بالسؤال الثالث اللي هو المتعلق بالمفردات، يجيك بالسؤال الرابع المتعلق بالإملاء. فبما أنه تمرين متنوع وشامل، الأساتذة يركزون عليه أما بامتحان الشهر الثالث أو بامتحان نصف السنة. الحلول أمامكم، حاولوا سجلوها، تحفظوها، لأنها مهمة جدا بالامتحان التحرير. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أن الدرس جدا بسيط، أغلب أنشطة صفية. تعرفنا على التانج تويستر اللي هي الجملة التي يصعب نطقها، تعرفنا على الخطوات لعمل جملة يصعب نطقها بكلمات تبدأ بنفس الحرف، وراها انطاني مجموعة من التمارين اللي تعتبر كنشاط صفي اللي من خلالها نقدر نسوي جملة يصعب نطقها، وراها حلينا تمرين رقم 3 ووضحنا انه هذا التمرين الوحيد المهم بهذا الدرس، مهم جدا اما يجينا على شكل املاء او على شكل اسقاطات. حاولوا تسجلوا هاي الملاحظات بالدفتر على ما تروحون المدرسة محضرين، واذا جتك بالامتحان التحريري كذلك تقدرون تجاوبون عنها. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجوده في الفيديو في الوصف.